اسمع، انا جبت شهد بضاعه ليا في السكنات. ماشي ماشي يا باشا. البضاعه دي اول ما تيجي تطرحها على العيد اللي على المخزن الصغير الصغير. اه نسبتك محفوظه، ما تعلمش منك يا باشا. المهم اسمعني بس، اياك يحس الحاجه. عيب رقبتي. ما بلاش حكايه رقبتك دي، خلاص ما تحب ساعتك بلاش منها رقبتي دي اساسا. ايه ده يا يوسف؟ لسه هنا؟ لا ده انا كنت بفهمه حاجه بس في الشغل يا حاج. طيب وهي دريل لسه ما جتش؟ لو اتصلنا بيها ما ردتش برضه يا حاج. طيب السلام عليكم. ايه يا حاج مروح؟ لا والله ده انا حاسس ان انا قرفان شويه. هوصل لغايه الصومعه. والحاج ماله يا برنس؟ برنس خليك في شغلك، خليك في شغلك. تاتي ليزا بوت؟ دي تالي. اتي بيان؟ ارمينا. ارمينا. شتو تاكوي؟ تريك لازاي ادنانكا، شتو تاكوي؟ تريك لازاي ادنانكا؟ نزمة. سيفيتا فور. اوه سيفيتا فور. سيفيتا فور. تاكايا كرسيفا دي بوشكا. كرسيفا. لا يا ريس اطمن. أنا حافظ واحد سيوة دي شبر شبر وبلحة بلحة. والجماعة الروس دول هيرجعوا يشكروك. أو حاجة كمان. الناس دول لو ظبطتهم صح هنفتح معاهم شغل جامد قوي. دول مش مجرد سياح عاديين، دول عندهم هناك اكبر شركه سياحه واكله السوق كله. الا بالحق، هم من انهي حته في روسيا؟ من موسكو، وعندهم 5 فروع في اكبر مدن في روسيا. مبروك يا استاذ فخري، اعتبر انك انت مضيت. قبل ما يسافروا هخلصوا معاك العقد. وحلاوتك هتبقى كبيره قوي يا ابو كمال. انا حلاوتي ان انا اشتغل في شركه محترمه بمرتب ثابت بدل الشغل الطياري ده. ما انت عارف الظروف يا كيمو. سيبها انت على الله. ونعم بالله. ولا اقول لك، انا احب ابقى حر نفسي، محدش يتحكم فيا. يلا يا دوبك بقى اجهز. سلام. مع السلامة. احضنوا الايام لا تجري من ايدينا، احلى ايام الهوى خير يا حاج سيد. سرحان في ايه يا اخويا؟ لا ابدا، سلامتك خير ان شاء الله. شوف بقى يا اخويا، الحاج صابر عايز يكلمك في سبوبه جديده وحسنتها مضمونه. خير يا حاج صابر؟ كل خير يا حاج. اراضي الدوله عندنا سكه مع مسؤول كبير، هيخلص وياخد الشاي بتاعه. اه وهنشتري من هنا يا حاج، وتاني يوم نبيع بايصال الدفع. شوف بقى الناس بتتنشق عليها كده. تتنشق يا اخويا؟ يعني هنشتري نشوق ولا ايه؟ ده بيقول لك اراضي. اه بس المساحه كبيره لا مؤاخذه، ومحتاجين شريك معانا يخش بالنص. ايوه طب دي عمليه عايز الواحد يكون رايق. فوتوا عليا بكره في الوكاله نتكلم وربنا يسهل ان شاء الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا حاج عبد الله، على السلامة. الله يسلمك يا حاج سيد، منور الدنيا كلها. اتفضل. مساء الدلع والفرفشة. يا أهلا يا أهلا يا أهلا. يا مرحب. ارحب بيك يا حاج. إيه مالك؟ الشعريتين اللي فاضلين مبلولين كده ليه؟ نطرة بتنطر ولا إيه؟ مبلولين إيه يا حاج؟ مبلولين إيه بس؟ أنا لسه واخد دش سخن، إنما إيه كده؟ يا سيدي على الروقان بتاعك. بقول إيه؟ اوعى اكون الولا يوسف ضايقك لما كنت في الصين. لا يا حاج بتقول ايه؟ يوسف ده ابني. الله،
انتوا مش هتسمعونا حاجه ولا ايه بقى؟ طبعا ان شاء الله كده ريحت قلبي، انا كان ممكن اطلع عينه لو كان ضايقك. هنسمعك كله ايمان، ما تسمعينا الحب ده ده. ايوه وانا لسه انا جايب لك شويه حاجات من الصين، انما ايه عسل. افتحي افتحي وطلعي. انا يا اخويا ما كنتش عايزه حاجه، انا كنت عايزاك انت. يا اختي يا اختي يا بنت بالراحه، انا كده هصدق وانا قلبي رهيب. يا سلام، هو انا بكذب عليك؟ يا ايه يا ترى مين؟ ثانيه واحده منش. الو حاج عباس، ليتك فل يا حاج، الله يسلمك. لا بقولك ايه، بقولك يا حاج عباس، الله انت كل نوبه هتكلمني تقول لي عليه الخاص. طب اسمع يا حاج، انت ادفع اللي فات. ادفع اللي باقي بالطلبيه القديمه، وعلي بقى علي التقديمه بقى بتاعت اللي نازل لك دي. ماشي، وانا ماليش بركه الا انت برضو. ماشي يا عسل، سلامه، الف سلامه. طب بذمتك رديت ليه؟ مش كنت تكبر دماغك؟ لا 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 لا، ده مام يا قط، المام ما يتقلوش لا ابدا. كنا بنقول ايه بقى يا عسل؟ كنا بنقول ايه؟ احنا كنا بنقول ان ثانيه واحده بس، ثانيه واحده. احج محمود، مساء الجمال. بيكرهنا، كل معنيه تيجي في عينيا بيقولها لي. انت مش ابني، انت خدام البيت، وانا عيني مكسوره، مش عارف اخر الضعف ايه. انا مش عايز ابقى وحيد سيد الدقه، انا وحيد وبس، وحيد الخدام، خدام الكل. وحيد يا حبيبي، اوعى تستسلم وما تخافش من ضعفك، هيجي اليوم اللي هيخاف منك لما انت تبطل خوف. الظلم عمره ما بيدوم، خليك عنيد يا وحيد، بس اوعى تعيش الخوف. بخاف، بخاف منه قوي، وهو اللي بيخوفني. بخاف منه قوي يا أمه. لا حول ولا قوة إلا بالله. إيه يا حيدة؟ أنت بتكلم نفسك؟ تتريقش عليا حسونة، أنا كنت بكلم أمي. أمك؟ طب ما تخليني أسلم عليها بالمرة. لما تبطل اللي تشربه خليك تسلم عليها. طب ما تقول لنا حاجه وانت كانك عامل دماغ كده، هتقول لنا ايه؟ هقول لا اله الا الله.